أحسن الله إليكم. أبو فهد معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله بالخير. سلام. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول يتعلق بالحج. تفضل. كما تعلم يا فضيلة الشيخ أن الحج يتطلب الآن الحجز من بدري وأخذ الحمولات وحجز الحملة يعني. فهل يجوز أن أتدين مبلغ الحملة وأسدد على فترة قد تكون قبل الحج أو بعد الحج؟ ولكن نظرا لأخذ الحجوزات الآن. تفضل الشيخ. استدانة للحج. الاستدانة للحج لا تلزم. إذا كنت ما تستطيع، ما عندك مال تستطيع أن تحج منه، فليس عليك حج، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كنت تستطيع هذا بدون استدانة ولم تؤدي فريضة الإسلام فإنك يجب عليك الحج. وأما إذا كنت لا تستطيع ماديا فإنه لا يلزمك الحج وليس عليك حج ولا تستدين لهذا. نعم.